زي الخلاصة اللي قالها ميدو؟ اه لا، ميدو قال خلاصة هايلة، قال خلاصة مهمة جدا في حق الأهلي. نشوف النهاردة كان في كور والنتيجة 1-0، كان ممكن فيتا كلوب يتعادل ويرجع الماتش، صح ولا لا؟ كان ممكن، وهي 2-0 في كور في القايم وفي كور كذا، لكن التوفيق مع الأهلي لأن هم حضروا للماتش صح، اتحضروا للماتش صح من أول ما قبل ما يسافروا. كابتن محمود الخطيب راح قعد مع اللعيبة، في اهتمام مباشر من رئيس رئيس النادي لإيصال رسائل مجلس الإدارة للاعبين، ثم بعد كده التأهيل النفسي والتصريحات الإعلامية المتوازنة، ثم بعد كده الملعب. قبل الملعب، بره الملعب، حالتك بره الملعب كنادي بتاخدها معاك جوه الملعب، مفيش أي حاجة تانية في الكورة غير كده. مبروك للأهلي. الماتش بتاع النهارده ده هيبقى تيرنينج بوينت بالنسبه للاهلي في بطوله افريقيا. النهارده فرقه كبيره، الناس اللعيبه عارفه هي بتعمل ايه، البدايل اللي نازله، الناس الراجل طاهر مش عشان جاب جون، راجل نازل بيلعب صح، بيدافع صح. الراجل بواليا نزل كان كويس جدا، يقف على الكوره كويس، حضا كويس، حطه في الجول اللي عمله لطاهر، عدى اتاخر فيها شويه لكن بص كويس وعملها، كل حاجه كويسه. مبروك للاهلي، فوز مهم جدا، ويعني بالنسبه للكره المصريه حاجه مضيئه وكويسه. الناس شغاله صح، الناس شغاله الاقرب الى اوروبا، الاقرب الى اوروبا، وده حق ربنا اللي لازم اننا علينا ان احنا نقوله. مبروك للنادي الاهلي، فوز مهم جدا، 3 بره ملعبه في ظروف صعبه امام فريق مش سهل، والفريق ده على فكره ظهر تاني، بعيد كلامي، ظهر بشكل متواضع لان الاهلي هو اللي خلاه متواضع. انتصار مهم جدا جدا في توقيت مهم جدا بالنسبه للفريق، والماتش ده هو مفتاح الصعود. ملخص الكلام المهم، الاهلي الاقرب الى اوروبا. ليه؟ لانه اخذ بالاسباب وبالمنطق وحضر نفسه، لم يلتفت الى اختلاق الاعذار، ولكن حضر نفسه بره الملعب، فانعكس تحضير من اول رئيس النادي والجهاز الفني واللعيبه والمدير كله اشتغل على ان مفيش اعذار، احنا لازم نصلح الخطا اللي حصل. وهو الحقيقه ميدو لما بيقول الاهلي اشتغل صح والاقرب الى اوروبا، حتى لو كملت معاه هو حديثه كان طويل، كلامه بينصف الاهلي بشكل مش ممكن، وبيقول ان موسيماني بينصف الاداره، بينصف اللعيبه، لان تم الاخذ بالاسباب يا استاذ ابراهيم دون اختلاق الاعذار. وده على خلاصة ميدو حق ربنا، قال لك الناس دي شغالة صح قوي، دي رسالة ودي جملة مهمة لكل جماهير الأهلي. مش معنى ان انا باخد بالأسباب وبشتغل صح قوي الكرة ممكن تدي لك وممكن تعندك، لان انت ما بتلعبش لوحدك. حتى قال ميدو جملة مهمة جدا، فيتا مش فريق ضعيف، اللي اظهره ضعيف ان الأهلي كان متحكم قوي، مسيطر جدا تكتيكيا، ماسك زمام المباراة صح، فده انصاف، لانه احنا للاسف دايما وابدا يحاول يطلع للاهلي اي قطه فطسانه في اي حاجه، تيجي تكسب يقول لك اصل الفريق الثاني ضعيف، طب وانا اللي ضعفته؟ ده كاس اعمل له ايه عشان يبقى قوي يعني؟ كاس العالم الانديه ضعيف يعني يا استاذ ابراهيم، يعني بالله عليكم، الفريق فرقتين باعتباره، انت بتسيطر صح، بتتفوق صح، من الطبيعي ان الثاني يبدو اضعف، والا ما تبقاش النتيجه موجوده. ده كلام مهم جدا، عايز الناس تتذكر هذه الإشادات عندما لا قدر الله يحدث شيء من عدم التوفيق، دي كورة فاهمين، ده التقييم اللي الحقيقي للنادي الأهلي.